ايش سويتي الامتحان؟ كان حلو. انتي كيف كان الامتحان؟ كان حلو يعني، هو كان سهل، ما حسيت وايد صعب يعني، عادي. اوه ذليتينا، وبدرس وبدرس وبدرس. اخشي حلو هي يعني، حلو كان سهل مو صعب بعد. انتي يعني سويت زين، احس اني بنجح ان شاء الله يعني. ما برسب يعني، ليش ارسب؟ ان شاء الله. درستي عدل انتي ولا؟ اي درست. انا ما شفتك كلها داخل البيت، ما شفتك كيف تدرسين. مشكلة انتي يوم تدرسين، انا ادرس مع خليفة. تدرسين مع خليفة؟ صح. بسأله بتشوف. سألي. زين علومك بعد؟ الحمد لله بخير. احس يعني كيف الدراسة حلوة؟ كيف حسينا شو؟ السلام عليكم. انت شو تسوي بالمخية؟ شو سويت؟ رد السلام. وعليكم السلام، شو تسوي بالمطبخية؟ شو دخلك مطبخية؟ ايه حرام اروح المطبخ. لا شو تسوي؟ صايم انت صح؟ ايه اكيد. شو تسوي بالمطبخية؟ كسرت صحن. ليش؟ ليش صحني زين؟ كسرت صحن. ليش؟ كيف؟ بالغلط؟ ها؟ بالغلط؟ لا. بعد يعترف. ليش ان شاء الله؟ ما كذب انا. بالعمد. ليش زين؟ قال كسرته شي. ليش؟ ليش؟ اوه يتحرى لعبة ورخيص. رد علي ليش؟ لأني كنت متضارب ويا أختي ومعصب. لا والله. يعني الحين كل مرة ما تتضارب مع أختك تكسر صحن؟ رد يا البيت. سلام. رد البيت. شو رد البيت؟ شو رد البيت؟ كيف تدخل مطبخي وتكسر صحني؟ بدون استئذان، يعني تعال استأذن مني بقول لك زين. لا استأذن. ليش؟ شو استفدت الحين؟ زي كسرت صحن. زي ليش كسرت صحن؟ أقولك شو استفدت؟ لأنك كنت معصب. ما يخصها يعني، كل ما تكون معصب بتكسر صحن؟ بتخلص صحون المطبخ. أولاً لأن الصحن رخيص. لا والله. والناس غالية. صح ولا لا؟ إذا خبرنا الحين شو يخص الصحن بالإنسان؟ لا لا انا ما اريد اتكلم وياه عشان اعرف اني بعصب وبواجع. انت منو سمح لك تدخل مطبخ يا؟ انا كنت جاي وكسرت صحن شليته وكسرت. يبتسم بعد يضحك مستانس. لا انا مش مستوعبه، مش مستوعبه. ليش معصب؟ لان يوم اكون معصب اعصب على اختي. هي تحس بعدين الحين يوم كسرت الصحن حسيت براحة صح؟ حسيت نفس الصوت اللي أنا كنت قاعد صرخ على أختي. لا والله نفس الصوت لأنه مزعج. وصوتي كان مزعج على أختي. ما شاء الله. شو تعلمت؟ شو تعلمت؟ إن تكسر صحون يوم متعصب؟ ها؟ تشبيكم انت تشبيكم؟ ما عليك. الا هو صحن رخيص. ما لا لا هذا وي اذا باكر انت ما يبي لي صحن. ما بيبي صحن. ليش فريت الصحن يعني؟ ترى قلت لكم. ما يدخل العقل السبب. زين بخبركم. شو؟ يعني مثل ما قلت لكم اني كنت متضارب ويا اختي. ويوم انا صرخ عليها هي تسمع نفس الصوت اللي انا سمعته تو يوم كسرت الصحن. الحين فهمت. انا ما استوعبت السالفه. انا ما استوعبت. خلاص شو معصبه يعني انت تجي تحبس غضبك؟ خلاص ما تزعلين بيبي صحن ثاني. صحنين خلاص. غصبا عنك. غصبا عني؟ اي غصبا بي. نشوف. شفتي غير رايي؟ انا ما دقيت على خالو قلت لها انه انت كسرت صحوني. اوف زين ليش يعني تكلمين امي يعني؟ بس. ليش؟ بس. ليش اذا ما يكل صحن باكر الصبح صلاة الفجر. زين امي بتضربني. اذا ما لقيت صحن برا بيتنا بتشوف. خلاص بيب. بنشوف. بس ما تقولين غصبا عنك. شم اسمعي لا تعصبين اسمعي. خليفة ما كان يقصد، خليفة كان يبي يعني يحبس غضبه، فهو فر الصحن يقول لك ان الصوت المزعج صح؟ ان صوت اللي كسر كان مزعج. يبلي الصحن انا يقصد. انا معصبه منك بكسر الصحن. شو رايك؟ اوكي ببلي شوائد باكر. كسري قدامنا هنا. خلاص انا عندي قصه عن كتمان الغضب. يلا انزين بس اول شيء خلينا نرحب في مشاهدينا. شو نسيناهم؟ انزين
مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة ويوم جديد معي أنا ونوف وشمع. واليوم مثل ما شفتوا مشاهدينا كل حد معصب، خليفة كسر الصحن وشمع معصبة لأنها كسر الصحن. ونوف تضحك. شو أسوي؟ أنا أضحك لأن تصدق يعني يضحك الشيء. ما يضحك. قري قصة. يلا إنزين، بس أول شيء خلينا نعرف الفائز لحلقة أمس. مشاهدينا اكيد كلكم تبغون تعرفون الفايز لحلقه امس، فخلنا نشوف الفايز. مبروك للفائز، تستاهلون بجائزه 2000 درهم تستاهلون مشاهدينا كلكم، ومبروك للفائز. وخلنا نشوف سؤال حلقه اليوم. نشوف سؤال حلقه اليوم، نشوف قبل ما تمسك كتابي. لا، مكتوب قصص الرايح. زين يلا بخبركم قصة، بس أول شيء خلينا نعرف سؤال حلقة اليوم. مشاهدينا نشوف سؤال حلقة اليوم، السؤال هو: يقول الله تعالى في كتابه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ماذا تعني هذه الآية؟ الله يحب العبد الذي يغضب، الله يحب العبد الذي يمسك غضبه ويسامح، أو الله يسامح العبد الغاضب دائما؟ مشاهدينا لا تنسون تطرشون اجوبتكم عن طريق الاس ام اس، والرقم بيكون ظاهر عندكم على الشاشه، فكلكم شاركوا وتفاعلوا وباكر بنعلن عن الاجابه الصحيحه والفائز. فبالتوفيق للجميع، ومره ثانيه كلكم شاركوا. يلا تبوني اخبركم الحين القصه؟ يلا يلا، انا وايد متحمسه. خلينا نفتح كتاب قصص الرايح أشوف. قصة نعم. أكيد هالقصة. يلا زين، القصة عنوان القصة هو كظم الغيظ. يلا، يحكى أن هنالك طفل اسمه حامد، كان يغضب بسرعة، وإذا غضب يسب ويشتم ويجرح في الكلام. أرادت أمه في عيد ميلاده التاسع، حبيت هالحكاية من الحين. أرادت أمه في عيد ميلاده التاسع أن تعلمه كظم الغيظ، أي أنه يمسك الإنسان نفسه عن الغضب. يعني كان في طفل اسمه حامد، هذا الطفل كان يغضب بسرعة بسرعة، يعني بسرعة يغضب. إنزين، ويوم يغضب كان يسب ويشتم ويجرح الناس في كلامه يعني. فأمه شو كانت تبغى تسوي؟ أمه قررت في عيد ميلاده التاسع، يعني كان عمره بيستوي 9، فقررت الأم أنه في عيد ميلاده التاسع تبغى تعلمه كظم الغيظ. كظم الغيظ يعني أنه كيف أن الإنسان يمسك نفسه في حالة الغضب. فشو سوت؟ أحضرت له هدية، فتحها فوجد جهاز إلكتروني صغير، كلما ضغط عليه زاد الرقم. قال حامد: ما هذا يا أمي؟ قالت: هذا جهاز متطور جدا يا حامد، لدي واحد مثله، إنه يحسب كمية الغضب لدى الشخص. ليش تطلعين تضحكين؟ شو السالفة؟ حكاية تذكرني فيك قسم بالله. اسمه حامد مو بخليفة. حتى لو حامد. حتى كملي كملي. ألف ميم دال عادي نفس الشيء إلا الاسم. شوف هاي طريقة، الحين اللي بخبرك إياها طريقة عن كتم الغضب. يلا يلا كملي كملي. زين تبقى ماشي طرق. يلا، أحضرت لها هدية وفتحها فوجد جهاز إلكتروني صغير، كلما ضغط عليه زاد الرقم. فقال حامد: ما هذا يا أمي؟ قالت: هذا جهاز متطور جدا يا حامد، لدي واحد مثله، إنه يحسب كمية الغضب لدى الشخص، وأنا اشتريت واحد أغلى من هذا، أستطيع من خلاله أن أعرف إن كنت غاضب. إنزين أنا بقولكم، الأم أحضرت جابت لها هدية، يوم فتحها حصل جهاز إلكتروني صغير. إنزين، فكل ما يضغط عليه يزيد الرقم، يعني مثلا كان بس واحد. لا تضحكين.
لازم اضحك يا ربي. تطلعني تضحك يعني كانه انت تحس انك كانه تقول خلاص بايبة جهاز حق خليفه. مثل ما قلت لكم جابت هديه حق ولدها وينفتح حصل جهاز الكتروني صغير كل ما يضغط عليه يزيد الرقم، يعني مثلا كان واحد اذا ضغط عليه مره ثانيه يستوي اثنين يعني يزيد الرقم. فقال حامد جهاز ما اعرف بس انه جهاز الكتروني يعني متطور. فقال حامد شو هاي امي؟ يعني شو هذا ما هذا؟ حامد مو بخليفة يا ربي. زين قالت الام هذا جهاز متطور جدا يا حامد، لدي واحد مثله. قالت الام حتى انا عندي واحد. وقال انه قالت انه هو يحسب كميه الغضب لدى الشخص. وقالت انا اشتريت واحد اغلى من هذا استطيع من خلال ان اعرف ان كنت غاضب. فهمت؟ انزين صدق حامد الصغير كلام امه وقال يا الهي هذا الجهاز متطور جدا. حامد صدق كلام امه وقال ان يعني هالجهاز وايد متطور. فقالت الام اريد منك شيئا، كلما غضبت اضغط على الازرار دون ان تتكلم واستمر بالضغط، وكلما ضغطت أكثر ستزيد الأرقام، وإن وصل الرقم إلى أكثر من 1000 آخر الشهر سآتي لك بهدية. يعني قالت الأم أبى منك شيء. والله أنا كل يوم بس. زين قالت للأم أنا أبى منك شيء، كل ما عصبت أضغط على الأزرار. إنزين وأضغط على الأزرار من دون ما تتكلم، يعني يوم أنت تكون معصب أضغط على الزر بدون ما تتكلم بدون ما تطلع عصبيتك. فاستمر هو بالضغط، وكلما ضغط مثل ما قلت لكم يزيد الأرقام. فقالت الأم إذا وصل الرقم إلى أكثر من 1000 إذا أكثر من 1000 آخر الشهر سآتي لك بهدية، أنا في نهاية الشهر بجيب لك هدية إذا وصل أكثر من 1000. فرح حامد بذلك ووافق على الشرط، وكلما غضب حامد كان يضغط على الزر دون أن يتكلم لكي ينال هدية من أمه. حامد وايد فرح ووافق على شرط أمه، وكل ما يعني يعصب أو شيء يدق على يدق على الزر يعني من دون ما يتكلم أو أي شيء يسوي، بس شيء يضغط على الزر. ها كله عشان شو؟ يحصل هدية أمه. بعد عدة شهور تغير حامد وصار الجميع يمدحه. وبعد عام شوفوا بعد عدة شهور حامد تغير وصار الجميع كل حد كان يمدحه يقول عنه أشياء حلوة. لا تطلع عيني. وبعد عام جلست أمه معه في عيد ميلاده العاشر، يعني بعد عام بعد سنة قعدت أمه مع حامد في عيد ميلاده، يعني استوى عمره 10 سنوات. فقالت له أتدري يا حامد أنه ليس لدي جهاز آخر، وأن هذا الجهاز هو مجرد آلة صغيرة تزداد فيها الأرقام. يعني قالت له أنت تعرف يا حامد أن هذا الجهاز ان انا ما عندي جهاز ثاني اصلا، ان هي اصلا ما تعرف اذا هو غضب ولا لا. وقالت ان هالجهاز اصلا بس مجرد آلة صغيرة تزداد فيها الارقام. قالت لكنني اردت ان اعلمك يا بني انه باستطاعتك بس يعني انا اكمل ولا لا الحين كمل بس لا تضحك علي. انزين لكنني اردت ان اعلمك يا بني انه باستطاعتك التحكم بغضبك مثل هذا الزر الذي تتحكم به، وبامكانك ان تحصل على هدايا جميله من الحياه وعلى محبه الناس بدلا من الغضب والكره والحقد. هذه النهايه. فهمتوا؟ يلا كل واحد يخبرني شو استفاد من القصه. اول واحد يخبرني خليفه. ليش مو بشمه؟ ليش؟ يعني لأن قاعد تضحك علي طول. لا دقيقة، لأن القصة تقريبا موجهة لك يعني. بعد أنت شو أقول صدق بعد؟ يلا حبيبي زين. ما بقول. يلا قول شو استفدت؟ ما بقول شو استفدت. ليش زعلان؟ إذا خلاص حقي إذا هالقصة مو موجهة حق ولا أحد، بس خبرني شو استفدت؟ يلا خلينا. أنا ما أكون معصب. صح؟ بس زين انت ايش تعلمتي؟ بس حتى الحين تعلمت ان الحكايه تعبر عن خليفه. بس هالشيء؟ انا بروح ترى خلاص. بس اذا هالحكايه تعبر عن خليفه يعني خليفه بيكون زين في النهايه. ان شاء الله. لا صدق. انا الحين عصب بيروح بيبي الصحن بكسر. سمعي لا صدق شمه. شو تعلمتي؟ بس انا ما اعصب على اشياء تافهه.
انا تعلمت القصه اني انا ما اعصب على اشياء مثل ما قالت شمه تافهه، وانه في طرق ثانيه تقدر. عندي طريقه واحده بلا بلا زيادة. في طرق عندي بعد عندك شو ان شاء الله تكون زي الناس. كوره اسفنج كل ما تعصبين هي عارفها هاي بيعونا في الصيدليه. حلو. كل ما تعصبين تترصين عليها. ايوه وين صدق فيه؟ ما كنت اعرف. حلو وايد حلو، خاصة ليش ما استعملت هاي بدل ما تكسر صحن؟ هي والله. لا والله. لا انا كنت ابغى اقول اني كنت معصب ومصارخ. عرفتي؟ يا ربي. المهم اتمنى انكم انتم استفدتم، وانا مثل ما قلت لكم انا استفدت انه في طرق ثانية تقدرون بعد تكتمون فيها غضبكم غير ما تكسرون اشياء يعني. مثل القصة تعلمت انه مثلا تجلسين تعدين كم مرة يعني عصبتي وما تكلمتي، او مثل ما قال خليفه فكرتها يعني شيء وايد حلو انه في اسفنجه في اليد كل ما عصبتي تضغطين عليها. فانا هاللي تعلمت من القصه واتمنى انتم استفدتوا. خليفه استفدت؟ لا اللي شمه اول. شمه استفدتي؟ اي طبعا. زين انت استفدت الحين؟ بعد استفدت. اصلا انا قبلها. لا انا قبلك. انا قبلك. انا قبلك. وين عصبت؟ انزين شو رايكم نذكر المشاهدين بسؤال حلقه اليوم؟ يلا يلا. السؤال هو يقول الله تعالى في كتابه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ماذا تعني هذه الايه؟ الله يحب العبد الذي يغضب، الله يحب العبد الذي يمسك غضبه ويسامح، او الله يسامح العبد الغاضب دائما؟ ومشاهدينا لا تنسون تطرشوا لنا اجاباتكم على الاس ام اس عبر الرقم اللي ظاهر عندكم على الشاشه. بالتوفيق وشاركوا كلكم وابى تفاعل وان شاء الله تفوزوا معنا. عمرهم لازم يكون 14 تحت. اللي بيتحمس اكيد 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 بيفوز معنا. ويعني اذا تبون تشاركون عمركم لازم تكون 14 واصغر، وعندنا طبخات يقدرون يستعينون بجوجل، وعندنا قصص. اهم شيء جوجل لازم يعني. وكل يوم نتعلم شيء جديد مع خليفه صح؟ اكيد. شو رايكم ناخذ فاصل؟ يلا الحين مشاهدينا بناخذ فاصل قصير ونرد نرجع لكم. لا تغيروا القناه. لا تغيرون. حق قولة خليفة نشوفكم. نشوفكم. ورجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل. مطبخنا مطبخ الرايح ومطبخكم طبعا. خلنا نخبركم شوي عن مطبخنا. مطبخنا كل طبخاتنا صحية يعني صحية. نحاول نخليها صحية عشانكم، ويعني وايد لذيذة طبخاتنا ومو بخاطرة وسهلة. هي ومو بخاطرة طبعا. هي مو بخاطرة اهم شيء عندنا يعني، لان ترمون يعني تفاجئون هلكم بطبختكم وكل شيء بدون ما يعني ما نستخدم الفرن والشوكتين. يعني كله امن بدون ما تستخدم. هي ما تحتاجون حد كبير يكون يمكم. فهالاكلات اللي قاعدين نسويها تقدرون انت تسوونها. هي. واليوم شو بنسوي شمع؟ اليوم بتسوي بطاطا مشوية. ايه وخليفة شارك تخبر مشاهدينا شو عندنا؟ سلطة أمريكية. سلطة أمريكية. زين. وصلصة ما أعرف اسمها. صلصة أنا بقول أنا بقول نقانق. نقانق. ومخلل. مخلل. شو بعد؟ وبرغل أحمر. برغل أحمر. جبن. جبن موزاريلا. و زبدة. زبدة. زيتون. صح. زين وهني عندنا صراحه انا وايد متحمسه. شو اسمه؟ بطاطا مهروس. زين يلا شو رايكم نبدا؟ يلا نبدا. انا صراحه وايد وايد متحمسه. اول شيء نقص البطاطا في النص، بعدين نسوي تشي نطلع كل الطماط. البطاطا اللي طماط غريبه. البطاطا اللي طماط كلها طماط. خاطرها طماط شمه يمكن. أنا خلصت. خلصت بسرعة ما شاء الله. زي حطيت الزبدة؟ لا. زي حط زبدة.
مشكلة أنا طويلة ف يعني جلسي شو أسوي؟ الله والله شكلها لذيذ. خليفة خلط الزبدة مع البطاطا. خلطها ولا حطي فوقها؟ لا خلطها. كذي وخلنا نحط الزبدة شوية. زين فنحن الحين مشاهدينا قاعدين نهرس البطاط. طلعناهم اول شيء من الداخل، فتحناها من نص البطاطا وقاعدين نطلع البطاط من الجوانب يعني، وحطيناهم في النص. الحين قاعدين نهرسهم ونحط عليهم زبدة. ونحط زبدة الحين. انا بعد ما حطيتي حطيتي هاي انا الحين بحط الجبن شوية. مشاهدينا حطوا المكونات اللي تبونها انتو، يعني مو بشرط تقلدونا. هي مقاديركم الخاصة. زين شمع عقب شو احط؟ جبن. هذا؟ هاي اخر شيء بخليه. كيفك انا بحط طحينة. احطها؟ حط ذا تبع. في طماط. لا لا مو بطماط. طماط ولا ايزر؟ ايزر. شاهي شكله وايد بعد والله. مالي احلام. مالي احلام. اسكت اسكت ومالي احلام. عادي اهم شيء الاكل اهم شيء الطعم. مالي احلى احلى طعم واحلى شكل من مالي. لا يوم انت كنتي ما حد انا وخليفه كنا نقول احلى شكل عشان يشهينا. هي صح حتى انا كنت اقول شيء ما ادري ايش قلت الحين شيء. اصلا انا مالي احلى. خليفه ايش فيكم؟ زي عقب شو احط؟ انا ما بحطها. لا حط. لا ما حط. ليش ما تحط؟ مالتي. ربي يا خليفة. زي احط انا بحط جبنة. قانق. كيفك. حط ذا تبع. حط شوي. خاطر طعمه يا الله. تعنا خاطر اجربه. يعني ليش في رمضان؟ زين انت شو حطيت الحين؟ اكل حلو. خبرنا. خبرنا شو حطيت؟ حسيت انه في رمضان اكل حلو؟ هي زين. اكيد رمضان كل شيء حلو في رمضان. حطيت اول شيء سويت البطاط. عقب حطيت زبده خلطتها مع البطاط. وعقب حطيت سلطه امريكيه. انا بخلص الجبن عنكم. انا بس جابه. بعدين حطيت مقانق. ما بتحطين شيء؟ هي احس ما ابغى. انا حتى. انت حتى؟ زين. خلي انتوا لما تخلصون خلوني اذكر بمشاهدينا السؤال لمشاهدينا. مشاهدينا والسؤال حلقة اليوم هو مشاهدينا مشاهدينا يلا السؤال حلقة اليوم هو يقول الله تعالى في كتابه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ماذا تعني هذه الآية؟ الله يحب العبد الذي يغضب، الله يحب العبد الذي يمسك غضبه ويسامح، أو الله يسامح العبد الغاضب دائما. مشاهدينا لا تنسون تطرشون اجوبتكم عن طريق الاس ام اس والرقم بيكون ظاهر عندكم على الشاشه. وبالتوفيق وكلكم شاركوا. حلو شكل مالي. مالي احلى شو حطيت كل شيء. لا والله مالي احلى. بالعافيه يا خليفه بالعافيه. شمس صح مالي؟ حسدتي مالي. حسدتوا مالي. مشاهدينا في ناس يحطون لحم ودياي وايد اشياء يعني، مو بشرط تسوون نفس مالي يعني. ترمون تزيدون ولا تنقصون. خلصتي؟ شحيح وايد والله يعانى. جبن كيف؟ اوه ما قدرت. اذا انتوا وايد يعني زيدوا. بلا حطيت. ما اريد ازيد انا. غصب ازيد؟ اذا انتوا وايد يعني زيدوا زين.
اسوي حركات انا مسوي رجيم في رمضان بعد اي لازم ترى يقولون ان في رمضان الشهر الوحيد اللي تتبقى يعني وايد تمتن تخيل صح لانه تاكل تاكل وايد وفجاه ما تاكل انا شو اسمه اكون ان شاء الله بتسوي رجيم اكون يا حول يوم اروح عند يوم اروح باكل هي ما انا حتى والله ما اكل شيء اكل وشبع زين انا تشي مالي خلصت ولا حتى بس بحط شويه زيتون والله مالي احلى شيء مالي لا تحلفين لا تحلفين شوفوا انت صايمه شوفوا انت صايمه عاونا عشان حركه انا بحط زيت زيتون ما بحط زيتون زيت احس ازيد شيء زياده بعد ولا بزيد ما يحتاج احس شوفوا مالي هاي مالي ايش رايكم الله مال خليفه شكله وايد شهي شوف كم اكله رمون تسوون في البطاطا قولوا هاي هي 10 البطاطا بطاطا مطبوخه وايد احس بطاطا مقلية شو بعد؟ بطاطا مشوية بطاطا مشوية شو بعد؟ شيء إماراتي ناكله في الريوق وناكله في الفوالة الفندال صح هاي بطاطا حلوة يعني خلصت أنا بس حطيت شيء زيتون مشاهدينا فندال نوع من أنواع البطاطا يعني احنا خلصنا انا ما حطيت شيء غير جبن لان في خاطري لان مسوي رجيم وخليفه راي مشاهدينا ايش حطيت الرجيم تحتاجه خضره ترى اذا رجيم لا انا مسوي سلطه بس انا بس اريد بطاطا شوفوا مالي انزين كل واحد يقول شو حطه في ماله مشاهدينا قلنا انه مالته اجمل خليفه خبرنا شو حطيت في ماله ايه انت مسوي هابي فيس خليفه اشوف ها شنب يا الله ما عرفته شنب اخضر بعد خبرنا زين شو حطيت في مالك حطيت في مالي زبده و جبن شو اسمه سلطه امريكيه سلطه امريكيه و جبن ونقانق وزيتون كل شيء تقريبا وانا بس جبن و شو بعد حطيت جبن و... وزبده هي فمشاهدينا اتمنى انكم استفدتوا من طبختنا لليوم اي يعني انا دوم اطبخ وياك فمشاهدينا مثل ما قلت اتمنى انكم استانستوا واستفدتوا وكلكم جربوا هالشيء لانه وايد حلو مش معك وانا يعانى عشان تعرف كيف تحط النقانق نتري الفطور مشاهدينا ناخذ انت مسوية اكس او مشاهدينا احنا وايد يعانين خلنا نذكركم السؤال يقول الله تعالى في كتابه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ماذا تعني هذه الآية؟ الله يحب العبد الذي يغضب الله يحب العبد الذي يمسك غضبه ويسامح أو الله يسامح العبد الغاضب دائماً مشاهدينا لا تنسون تطرشون أجوبتكم عن طريق الاسمس والرقم بيكون ظاهر عندكم على الشاشة فكلكم شاركوا وتفاعلوا وباكر بنعلن عن الإجابة الصحيحة والفائز فبالتوفيق للجميع ومرة ثانية كلكم شاركوا ويلا ناخذ فاصل ورد لا تغيروا القناة لا تغيروا القناة نشوفكم يلا
رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل ونحن الحين مشاهدينا نتمنى انكم استفدتوا من اكلتنا وطبعا خريفة ابدع ما شاء الله الحمد لله ما كسرت بعد صحن ثاني لا امزح انزين خلينا نذكر مشاهدينا بسؤال حلقة اليوم يلا بسؤال حلقة اليوم هو يقول الله تعالى في كتابه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ماذا تعني هذه الآية؟ الله يحب العبد الذي يغضب الله يحب العبد الذي يمسك غضبه ويسامح أو الله يسامح العبد الغاضب دائما مشاهدينا لا تنسون تطرشون أجوبتكم عن طريق الأسمس والرقم بيكون ظاهر على الشاشة فكلكم شاركوا بالتوفيق للجميع ومتى بنعلن عن الفايز؟ باكر فكلكم تابعونا باكر بعد عشان تعرفون من الفايز صراحة أنا والله وايد متحمسة ويعانى زين أنا اليوم بخبركم شيء عن تكسير الصحون تعرفون إيطاليا يكسرون الصحون يعني رخيصة عشان صوتها حم يعني حم فهمتي؟ الحمد لله يعني الحمد لله فهمت الحمد يعني لله فهمت شو سويت يا الله يعني ما أتكلم؟ كملي في إيطاليا يكسرون الصحون يعني تكون رخيصة عشان يوم يكسرونه الصوت شي يريحهم يعني يذكرهم في يعني يوم كيف كانوا يصرخون حلو نفس اللي انا سويته في نيوزيلندا كان شي بيسوي بس انت ما فهمتي وفي نيوزيلندا بعد يحطون يعني يحطمون سيائر رخيصة يحطمون سيائر رخيصة ويخلونها نفس شيء فني يوم يكونون هاي يوم يكونون معصبين معصبين يكسرونها وكل شيء بعدين الله يستعملونها حق شيء مفيد شو تحسين شيء حلو شيء حلو احس لا هاي لا هاي الا اذا كنتي تبين تسوين شيء على فكره هاي معلومات جديده ما كنت اعرفها زين وايد حلو خلاص خليفة انا وانت بنكسر سياره زين وانا بعدين بصنع هذا شيء مفيد بحولها شيء مفيد انتوا كسروا وانا بحول شو تسوون انتوا ابغى اسالك سؤال شو تسوون يوم تكونون معصبين انا بقول لك انا بالنسبه لي اذا عصبت يعني مثلا انا اكسر صحون وانتوا شو تسوون انا بالنسبه لي اذا عصبت اطلع من الغرفه عشان ما اسبب اي شيء يعني نسيت اطلع من الغرفه عشان أنا خلاص انا اذا عصبت اعود عمري شويه اسكر الباب اعود عمري يعني انا من النوع يوم اعصب ولا شيء يستوي فيني اعود عمري وايد مو بشرط في البيت في المدرسه زين زين حتى لو يعني مشكله اعود عمري اقول لا انا مو غلطانه يعني اذا انا غلطانه بتعصب هي بعصب وبكسر شيء وبسوي يعني كل شيء صدقوني يعني انتم ما تعرفوني ما انا اعصب بس يعني يوم اكون متضايقه من شيء كل شيء اعوده يعني المفروض الواحد يمسك العصبيه مو يعني بعض الناس صارخون وما يودون عصبيتهم على شيء تافه يعني اذا انتوا كلمتوا يعني عادي انه المفروض انه ما يكونون شيء صح وتعرفين على فكره المعلومه اللي قلت لي اياها عن بريطانيا سمعت انه بعد يسوون نفس الشيء في اليونان اليونان فوايد حلو شيء ايطاليا مو بريطانيا ايطاليا سوري انزين فانا سمعت انه تعرفون ان انا سمعت ان الانسان اللي يكون معصب وهو قاعد المفروض يوقف ليش؟ الإنسان شو؟ عشان إنه يخلي العصبية تخف يعني لازم يكون واقف؟ والإنسان إذا كان واقف وهو معصب يقعد يعني العكس لو كنت شي يعني دقيقة إذا أنا كنت معصبة لازم أوقف؟ وإنت إذا كنت جالسة ومعصبة لازم توقفين وإذا كنت واقفة ومعصبة أقعد تقعدين يخف العصبيه هاي معلومه جديده بعد حلو خلاص بجربها بتشوف اللي صدق ابوي قال لي اياها لان كله ضرب يا اختي وعصبه لا انا ابوي يقول لي اذا عصبتي ولا شيء كل شيء يودي بعدين يوم انت بروحك طلعي يعني هي واذا عصبه توضي صح توضي وصلي خلاص كل شيء وحنت شي كله يقول لي بابا وبعد في مره
مثلا لو كسرت شيء في الغرفه ولا شيء وانا معصب. انت كله تكسر بس. اي لما اكون معصب بعدين ابوي ايش يقول لي؟ يقول لي بعدين روح بروحك في الحجره. قول انت ليش سويت شيء؟ هي والله يعني فكر في الموضوع، فكر شو سويت. هي ولا انا ابوي يقول انا اقول انا شو انا غبي شو. ولا انا ابوي يقول يعني قاعد في حجره شويه عصبي عصبي على عمرك لي ما تتعبين تلاقي برا خلاص ارتاحي ارتاحه طلعتي في الشاي حلو. حتى يوم اكون زعلان واصيح ادخل الحجره تمصيح ما حد وياه بس يصيح زين بعدين شو؟ نفس الشيء والله حتى ما اكون متضايقه نفس الشيء بعد انا احب ادخل غرفه في الليل ما اكون بروحي ما احب يعني اتضايق قدام حد ما اريد انقل الضيق حق الثاني. نفسي في المدرسه لو كنت يعني متضايق ولا معصب سيدا ما اكلم ولا حد اطلع من الصف يعني عشان ما اسبب مشاكل. صح انا اللي احبسها 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 داخلي مع ان الكتمان شيء مو زين يعني احيانا يكون خصوصا اذا في الضيقه او شيء فاني احبسها 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 كذا داخل الليل ما ارجع بروحي يعني في البيت في الليل بعدين طلع اللي بخاطري. احب اكتب بعد يوم اكون مثلا زعلانه اكتب. لا انا احب اسولف يا عمري. تسولفي معي؟ والله قعدت اقول اكلم عمري سويت حتى انا والله اقعد اقول انت شو يعني تسوي؟ انت شو تسوي؟ صح ليش يعني كسرته؟ اكون يعني انا ضد ولا عمري. ولا اطالع في المرايه اطالع في المرايه اقول يعني انت قد هالشيء؟ لا انت مو قد هالشيء يعني ليش سويتي؟ يعني ليش حد غلط عليك وانت ما تغلط انت اقعد والله شو نفسية احس عمري انت بعد نفسية قاعدة تسولف يا عمرك. تعرفون ليش التاكسي في استراليا في نيوزيلندا يكون معصب مرات من الناس؟ ليش؟ ما تعرفون؟ ما نعرف. شخص التاكسي في السالفة زين حذروا لأنه ما يعطونا فلوسها؟ لأنه مزعجين تاخذ سيارة؟ ممكن لأنه مزعجين؟ لأنه في وايد زحمة. لأن الشخص اللي يركب في الكرسي اللي ورا يعتبرونه متكبر. فصاحب صاحب السيارة التاكسي يكون معصب وكل شيء. يعني إذا مثلا عندهم إذا قعدت ورا يعني متكبرة أنا؟ لأنه يبغى يقعد عدالة. وإذا قعد ورا يعني كأنه هو متكبر أنا شيء. فهمتي؟ صح نحن كلنا سواسية ما في فرق بيننا. بس حلو السبب يعني مثلا إذا أنا رحت هناك قعدت ورا بيعصب علي. زين شو رايكم نذكر مشاهدينا بسؤال؟ يلا يلا وسؤال حلقة اليوم هو يقول الله تعالى في كتابه والكاظمين الغيظ والعافيين عن الناس والله يحب المحسنين. ماذا تعني هذه الآية؟ الله يحب العبد الذي يغضب، الله يحب العبد الذي يمسك غضبه ويسامح، أو الله يسامح العبد الغاضب دائما. شو ما ينسون؟ لا تنسون ترسلون إجاباتكم. لا تنسون ترسلون إجاباتكم عبر الاسمس والرقم ظاهر على الشاشة. وكلكم شاركوا بالتوفيق للجميع وباكر بنعلن عن الفائز والإجابة الصحيحة. عواكم كلكم تفوزون. وتقدرون تستعينون بجوجل. تقدرون تستعينون بجوجل أي حد عدالكم أو أي حد عدالكم أو منو؟ خليفة. خليفة. خليفة بيخبركم. يعني إذا تبون شيء كلموني على الدايركت إنستغرام بقول لكم. شو إنستغرام؟ شو إنستغرامك؟ ها؟ شو إنستغرامك؟ أقوله؟ خليفة دوت راشد بس زيادة دي يعني اثنين دي. خلاص مشاهدينا سمعتوا إذا تبون أي مساعدة في الجواب خبروا خليفة هو بيساعدكم. زين شو بعد تعرفون عن الغضب؟ صبر صبر خلونا نقول شو تعلمنا اليوم. يلا انزين تعلمنا طبخة البطاطا هي وشكلها لذيذ وايد وكيف كظم الغضب كظم صح هي. كيف نكتم غضبنا وتعلمنا ان في نيوزيلندا السيارات يكسرونها يوم كانوا معصبين يعني يكسرونها يوم يكونوا معصبين ويحولونها لشيء حلو ها؟ تعلمنا التكاسي شيء فني وتعلمت اني اكسر صحون. لا 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 انا اقول لك شو تعلمت. خليفه تعلم ان في طرق ثانيه عشان يكتب فيه الغضب. شو الطرق؟ من قصه نوف. مثل شو زي خبرني؟ مثل الجهاز والكوره اكسر سياره
لا 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 تتحمس. لا زين زين بسألكم، بطاطا منو أحلى شيء؟ بطاطتي أكيد أنا يعني. بطاطتي يعني. بطاطتي أكيد أحسن. أنا أكيد يعني. أنا صوت حق خليفة. أنا صوت حق خليفة. وأنا صوت حق أمي. أنا صوت أنا. من يصوت لي؟ أنا. من يصوت حق أمرا؟ أنا. من يصوت حق نوف؟ حد صوت لي بسرعة. حد يصوت لي؟ صوتي حق أمري. خاصة صوت حق أمري. زين. يلا من يصوت حق شمة؟ أنا حق أمري. أنا صوت حق أمري. خلاص كل حد يصوت حق عمره. لا أنا صوت حق خليفة ما صوت حق أمري. أوه لا لا أنا صوت حقته. وأنتي صوت حقي بعد. خلاص زين أنا صوت حق خليفة. خليفة صراحة كان في كل شيء داخل. حط شو حطيت؟ نقانق، سلطة أمريكية، بعد شو حطيت؟ كل شيء حطيت. زبدة. جبن. جبن. شو بعد؟ زيتون. زيتون. وايد وايد اشياء حط. نقانق. كل شيء حطه. النقانق. انزين. مشاهدينا للاسف وصلنا لنهاية الحلقة. واتمنى انكم استفدتوا وان شاء الله تجربون طبختنا وان شاء الله تكون لذيذة. ولا تنسون تابعونا كل يوم رمضان من الساعة 4 للساعة 5. ولا يفوتكم لان احنا كل يوم نتعلم اشياء جديدة. نذكرهم في السؤال آخر مرة؟ يلا. يقول الله تعالى في كتابه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ماذا تعني هذه الآية؟ الله يحب العبد الذي يغضب، الله يحب العبد الذي يمسك غضبه ويسامح، أو الله يسامح العبد الغاضب دائماً؟ مشاهدينا لا تنسون تطرشون أجوبتكم عن طريق الأسمس، والرقم بيكون ظاهر عندكم على الشاشة، فكلكم شاركوا وتفاعلوا وباكر بنعلن عن الإجابة الصحيحة والفائز. فبالتوفيق للجميع، ومرة ثانية كلكم شاركوا. ونتحمل كونستانس على وش حالكم؟ وش حالكم؟ تصوتوا لي صح؟ لا بابا بعطيكم نص. لا والله. زين مشاهدينا فطور العافيه. فطور العافيه. تصبحون على خير. وايني 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 تاغابو ايني. شو معناته؟ مع السلامه مشاهدينا. لا لا احبكم احبكم مشاهدينا. انتم ما تحبونهم. لا 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 احبكم. تاغابو ايني. احبكم مشاهدينا وايد. مع السلامه. تاتشين. مع السلامه.